بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم عالم الأفكار. الفيديو الماضي شرحت كيفية الاستفادة من موقع شات جي بي تي والتطبيقات التي يستفيد منها الطلبة والباحثين. في هذا الفيديو سأقدم لكم موقع من المواقع الرائعة التي تهم الطالب والباحثين، الطلاب والباحثين كذلك، سواء كنتم تبحثون عن مصادر موثوقة لأبحاثكم الأكاديمية أو تحتاجون إلى أدوات تسهل عليكم العملية البحثية التعليمية أو البحثية، فإن هذا الفيديو سيوفر لكم نظرة شاملة على أحد أفضل المواقع المتاحة وتعمل بالذكاء الاصطناعي كذلك. قبل هذا أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم وأن تستمتعوا بتجربة اكتشاف هذه المواقع الرائعة معنا في هذه القناة. لذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الموقع اليوم هو موقع رائع جدا، اسم الموقع هو Explainer Paper. في وقت مضى كنا نأتي نحمل الورقة البحثية هكذا، وبعدها ندرس هذه الورقة البحثية ونأخذ وقت طويل لتشريح هذه الورقة البحثية حتى نستفيد منها. الآن يوجد موقع، هذا الموقع هو Explainer Paper. أنت ما عليك، ماذا يفعل هذا الموقع؟ هو ماذا يقولك؟ Welcome to Explainer Paper. Upload a research paper to start reading it. ما معنى هذا؟ معناه أنك أنت عندما تحمل هذه الورقة البحثية تحملها في هذا الموقع، ويجب أن تكون بصيغة البي دي اف لأن صيغة الوورد لا أعتقد لا يقبلها. يقول لك أنا أقرأ بدلا عنك هذه الورقة البحثية واسأله ما شئت هكذا. أول شيء هنخلي لكم رابط الموقع في صندوق الوصف حتى تدخل مباشرة، لكن أنتم لا مش هتلقى هكذا واجهة حتى واجهة حتى تسجل في الموقع للدخول للموقع وتلقى هذه الداشبورد هكذا. لا تجاوز هذه المرحلة حتى يكون الفيديو ما يكونش طويل هكذا. ما سهل التسجيل، عندك جيميل أو باسورد وتدخل الموقع، ساين أب وتدخل الموقع، ما في حتى شيء صعب. المهم نبدأ العمل تاعنا، نأتي إلى هذه أبلود، أبلود بي دي اف، نضغط على الزر هذا. هنا تعطيك الخانة هذه، الخانة هذه إذا كان عندك دير دراج أند دوب، دروب فايل معناها. إذا كان عندك بي دي اف في مثلا في السطح المكتبة تحمله دراج أند دروب، أو تعمل براوز هكذا، يعني تأتي براوز ويديك حتى المكان اللي تحمل منه الورقة البحثية، أو إذا كان عندك رابط، الرابط يجب أن يكون في الأخير دوت بي دي اف، لا يكون دوت كوم أو حاجة من هذا، يجب أن يكون عندك رابط في مكان ما، موقع في موقع ما، يكون بصيغة دوت بي دي اف، راح يقبل لك الرابط. على كل حال نعمل بالعمل العادي والناس اللي تعمل به كامل، وهي براوزر. نضغط هنا، ندخل نحمل هذا البي دي اف على سبيل المثال. بعد اللي تقول له حمل البي دي اف، واش تقول له؟ تقول له بين ريدين، ابدا بين ريدين، يعني ابدا تدرس هذا البي دي اف. ننتظر قليلا حتى يحمل معنا الورقة البحثية، والتحميل يكون حسب سرعة الانترنت وحسب كذلك الورقة البحثية، إذا كان فيها 10 صفحات أو 20 صفحة أو 30 صفحة أو 40 صفحة، وكذلك سرعة الانترنت. ننتظر قليلا حتى يقرأ لنا هذه الساحة الورقة البحثية. الآن راح يحمل لنا الورقة البحثية الخاصة بنا. الورقة البحثية فيها حوالي 8 صفحات للشرح فقط. أول شيء ماذا يقول لك هذا الموقع؟ يقول لك نحن في مرحلة على Explainer Explain، يقول لك Highlight text to have our IE explain it. ما معنى هذا؟ يقول لك أنت ما عليك إلا أن تحدد الشيء الذي لا تفهمه، والموقع هو راح يشرح لك ويعطيك أكثر شرح وأكثر تفسير لهذا الشيء الذي لم تفهمه أنت. على سبيل المثال مثلا، لا
نبحث هنا في الورقة البحثية هذا الابستراكت. الابستراكت مثلا انا لم افهم هذه السي اف دي، على سبيل المثال سي اف دي سولفر، نضغط هنا نحدد هذه السي اف دي. ماذا تعني سي اف دي؟ عندما نحدد السي اف دي راح يعطيني التحديد هنا بالاورنج سي اف دي هكذا. اول شيء ما راح يفعل لنا هذا؟ عندنا هذا الجريد، ما معنى هنا upper grade؟ اذا ضغطت هنا راح يقول لك high schooler يعني مستوى اقل، واذا نزلت كذلك middle schooler، واذا نزلت كذلك او اذا اتيت الى هنا او هنا مثلا graded، معناها هنا الباحثين وما شابه، وهنا expert اذا ضغطت معناها expert معناها خبير. ايضا خلينا نحن نكون المستوى الجامعه على كل حال. ماذا ما علينا ان نضغط على explain حتى يفسر لنا ما معنى سي اف دي. على سبيل المثال احنا ما فهمناش هذا الاختصار، نضغط على explain ننتظر قليلا يعطينا. تلاحظ يعطيك ما معنى سي اف دي. سي اف دي ستاندر اوف معناها هي اختصار لكلمه كومبيوتيشنال فلويد دينامكس. تلاحظ ويعطيك التعريف تاعها، it is numerical simulation technique used to analyze and predict. المهم تلاحظ يعطيك ماذا تريد، هذه الكلمة لا تعرفها، ويعطيك حتى إذا related resources معناها هذه تستطيع أن تضغط على هذه related هذه وزيد تستفيد أكثر وأكثر. إذا أردت أن تأخذ مثلا هذه أعجبت بهذا الشرح ما عليك إلا هنا، هنا تقول له إذا أعجبت به وشفت أن هذا الشرح صحيح وكذا قادر تعمل له هنا لايك حتى تزيد في مصداقية هذا الموقع، أو إذا أردت أن تحمل أو تعمل كوبي أو نسخ لهذه الفقرة تضغط هنا نسخ وتأتي على سبيل المثال إلى هنا الوورد على سبيل المثال وتضع البيست يعطيك الشرح كاملا. نرجع الى الموقع الخاص بنا. كذلك فكرة اخرى، تستطيع اسئلة سؤال هنا ask a follow up. ما معنى هذا؟ معنى تستطيع ان تطرح اسئلة على ما بدر من هذا الموقع على هذا الشرح او على هذه الورقة البحثية هكذا. خلينا نذهب الى شيء اخر على سبيل المثال، مثلا انا لم افهم على سبيل المثال مثلا هذا، نعلم على هذه الفقرة، هذه فقرة نعلم عليها ونقول له اشرحها لي. عندما نعلم هنا راح يعطيها لي هنا بالاورنج هكذا، وكذلك نقول له explain يعطي لي تفسير اكثر لما هو مكتوب في هذه الورقة البحثية هكذا. مثلا نريد ان نطرح سؤال ما معنى هذه الاي ان ان، نكتب هنا وات مين على سبيل المثال وات مين، نضغط هنا وات مين ذا اي ان ان، نعمل له كويشن مارك نقول له انتري يعطيني تفسير اي ان ان اتس ارتفيشال نورال نتورك ات از اكوينتشن موديل انسبايرد باي ستركتشر اند الى غايه نهايه هذه الجمله. تلاحظ تستطيع ان تطرح اسئله اخرى، وات ذا كونكلوجن مثلا، وات ذا كونكلوجن اوف this research على سبيل المثال راح يعطيني the conclusion I opportunity but I am. تلاحظ يعطي كل شيء، هذه الفكرة الأولى حتى لا يكون هذا هو ماذا يعمل الموقع. لكن في احنا نحن في البلدان العربية الكثير منا لا يستطيع أن لا يستطيع أن
يفهم اللغة الإنجليزية، ولهذا نذهب إلى مرحلة أخرى وأنا أقول لهذا الموقع اشرح لي باللغة العربية. فكرة زائدة. ماذا وأين نذهب؟ نذهب إلى تغيير السيتنج. لهذا نضغط هنا على الجيميل الخاص بي. على كل حال نذهب إلى هنا إلى اللغة، تلاحظ إلى اللغة، نضغط عليها هكذا ونذهب إلى نقول له اللغة العربية. لماذا؟ هنا يقول لك select your preferred languages language for IE output. ما معنى هذا؟ يقول لك اختار اللغة التي تريد أن أشرح لك بها الورقة البحثية الخاصة بك. نرجع إلى الداشبورد الخاصة بنا، نعاود نحمل الورقة البحثية الخاصة بنا، نقول له بين reading. تلاحظ عدنا عملنا هذه الورقة البحثية. الآن نذهب إلى نفس المكان، نبحث عن الكلمة التي بحثنا عنها من قبل. هذه الكلمة البحثية ندير لها هايلايت سي اف دي. على سبيل المثال أنا لم أفهم هذه الكلمة باللغة الإنجليزية، أقول له اشرح لنا هذه الكلمة ما معناها باللغة العربية. نضغط هنا نقول اكسبلين، يبدأ يكتب لي النص باللغة العربية. النص يتحدث عن استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية ويهدف البحث إلى محاكاة هذا الأنسيس فلينت، يعني برنامج محاكاة الغليان النووي تحت رمز تطور وظيفة المعرفة المستقبلية. المهم تلاحظ باللغة العربية، يعني هنا لا توجد لك حجة على تريد من يفسر لك بعض الكلمات التقنية أو بعض الكلمات المتخصصة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو المهم أو الإسبانية، ماذا تريد؟ المهم يوجد الكثير من اللغات في هذا البرنامج. هذا برنامج يساعدك على التعلم، يساعدك على ربح الوقت في شرح أي فقرة. أي فقرة مثلا نضغط هنا نحدد هذه الفقرة ونقول له اشرح لي باللغة العربية. ملاحظ هناك عدة طرق للتركيز على الخصائص الحرارية والنقل من خلال معادلات حالة مختلفة واستخدام وظائف تقريبية متعددة في أوائل التسعينات. تلاحظ يشرح لك الموضوع بطريقة سلسة حتى تصل إلى مبتغاك، وهذه قلنا هذه الخاصية هي تضغط حتى تفسر ما تريد أن تفسيره من هذا الموقع، وهكذا يكون لديك الوقت الكافي وتكون أسرع في فهم الورقة البحثية. تخيل معي عندك مثلا 40 ورقة بحثية وفي نفس المجال وتريد فهم كل هذه الورقة البحثية، كم يستغرق لك وين وقت؟ لكن بهذا الموقع راح يشرح لك وراح يختصر لك وقت طويل. ولهذا ينتهي إلى هنا، ينتهي هذا الفيديو. لا تنسونا من الاشتراك والإعجاب بالفيديو حتى نستمر في